بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي ريم خالد الحيح، طالبة طب سنة ثانية من الجامعة الهاشمية. راح أقدم لكم اليوم موضوع ترانسبلانتيشن ضمن موضوع الإيمونولوجي اللي بيقدم لنا إياه الدكتور محمد تميمي في الجامعة الهاشمية. طبعا موضوع اللي هو الترانسبلانتيشن، اللي هي عمليات نقل أعضاء أو حتى أنسجة أو خلايا من شخص لشخص، هل ممكن تكون من حيوان لإنسان، هل ممكن تكون من شخص لشخص آخر من غير الأقارب؟ هذه الأسئلة كلها راح نجاوب عليها اليوم بإذن واحد أحد. طبعا بالبداية في عنا إحنا مقدمة بتحكي عن مجموعة من العلماء وإسهاماتهم موضوع الترانسبلانتيشن. بالأول عنا أليكس كارل، work on vascular suture and the transplantation of blood vessels and organs. رقم اثنين في عنا بيتر بريان ميدوار، discovery of acquired immunological tolerance. رقم ثلاثة في عنا جوزيف موراي، discoveries concerning organ transplantation in the treatment of a human disease. زمان كان عملية نقل أعضاء محدودة، يعني بأعضاء محددة، أعضاء بسيطة، وكانت مثلا بين الأشخاص اللي هم الأقارب جدا، والأشخاص اللي هم من ناحية جينية متطابقين. الحين توسعت عشان تشمل الكدني، البانكروس، الهيرت، اللنج، الليفر، البون مارو، والكورنيا، وصارت حتى بين الأشخاص اللي هم نون ايدنتيكال، وصارت تصير كتير وتتلقى نجاح بكميات أكبر. اولا خلينا نعرفها. موضوع الترانسبلانتيشن، شو معنى كلمه ترانسبلانتيشن؟ معناها ترانسفير، مو شرط ان ننقل بس اعضاء مثل ما نسمع، ممكن تكون عباره عن ليفينج سيلز، ممكن تكون عباره عن جزء من العضو اللي هو عباره عن تيشوز. مثلا عندنا خلينا ناخذ ناخذ على سبيل المثال اللي هو الكدني. الكدني عده انسجه، ناخذ على سبيل المثال اللي هو النسيج اللي هو الطبقه اللي هي الاوتر، ممكن ناخذ الطبقه اللي هي الميدل، او ممكن ناخذ الطبقه اللي هي الداخليه، ممكن ناخذ من اي عضو اللي هو الكونكتيف تيشيو اذا احنا محتاجينه الى اخره. وطبعا ممكن يكون الشيء اللي احنا بنعرفه اللي هي الاورجانز. والاضافه الى هذا الشيء انه احنا ممكن ننقل مش من كائن حي لا كائن حي آخر، ممكن ننقل بنفس الكائن الحي من جزء منه لجزء آخر. صار للواحد عملية احتراق في إيده، عملية حرق تعرض لها الشخص، ممكن نأخذ جزء من السكين موجود في اللي هو الليج وننقله للإيد. types of transplantation، راح نصنف احنا الترانسبلانتيشن بالاستناد الى ايش هو مصدر الجرافت. الجرافت معناها النسيج او العضو المزروع. فعندنا اربعه انواع، عندنا autologous graft او autograft، وفي عندنا syngenic graft، وعندنا allogenic graft، allograft، وعندنا xenogenic graft. راح نذكر كل واحد في نشرح عنه ونعطي مثال بسيط. راح نبلش بالاول واحد، autologous graft، عباره عن grafts which are transplanted from one part of the body to another in the same individual. ننقل إحنا في نفس الكائن الحي من جزء إلى جزء آخر. وأحأم مثال ذكرنا شخص صارت له عملية احتراق بالإيد، ننقل له سكين مثلا من الليج. المثال الثاني اللي هو syngenic graft iso graft، بننقل بين شخصين، ممكن يكون حيوان لحيوان أو من إنسان لإنسان، أهم شيء يكونوا same species، ومن ناحية أخرى يكونوا two genetically identical. أبرز مثال اللي هو ال identical twins. النقطة الثالثة allogenic graft، allografts، عبارة عن grafts ننقلها between two genetically different but they are the same species. النوع الرابع عندنا xenogenic grafts، grafts بننقلها between individuals of different species. يعني أكبر مثال على التنوع والتطور في المجال الطبي اللي هو آخر مثال. آخر مثال عندنا different species، يعني من ناحية creatures بيختلفوا عن بعضهم البعض، ومن ناحية جينية غير متطابقين. طبعا هاي الصور مثال عملية النقل، صار فينا عمليات زراعة للشعر، وعندنا أيضا عمليات زراعة للإيد. Transplantation antigens. أولا قبل ما أبلش بالسلايدات المكتوب، لازم نكون احنا عارفين إنه شو معنى كلمة histocompatible. histo معناها نسيج، وcompatible معناها توافق. صار في عنا توافق نسيجي. فبدنا نميز بين مصطلحين اللي هما histocompatible وhistoincompatible.
هلا هيستوكومباتبل اني انقل انا النسيج بين كائنين بحيث يكون في عنا توافق، مش شرط يكون هالتوافق 100%، ولكن كل ما زاد التوافق بين الانتيجينز والتشابه بينهم كل ما كان افضل، كل ما كان ما عنا نوع من انواع اللي هو الاميونولوجيكال ريسبونس. اما في الموضوع اللي هو الهيستو انكومباتبل، انكومباتبل عدم توافق، بيؤدي اكيد الى تفاعل مناعي ودمج، رح نعرف بعدين يا اما بيكون الدمج للجرافت نفسه اللي هو الدونر نسيج اللي احنا جايبينه منه، او بيكون الدمج فيك انت كشخص كمستقبل. فبناء على هذا الموضوع راح نعرف نميز الحين بين مصطلح ميجر هيستوكومباتيبلتي انتيجينز ومينور هيستوكومباتيبلتي انتيجينز. في موضوع النقل اللي هو ترانسبلانتيشن بيهمني يكون في عنا توافق في الميجر هيستوكومباتيبلتي انتيجينز. طبعا الميجر هيستوكومباتيبلتي انتيجينز اللي هي نفس MHC، وراح نتعرف بعدين هي A والبي والDR، الانواع الثلاثه هاي هي اللي بتهمنا. طب هل هذا يعني انه انا المينور هيستوكومباتيبلتي انتيجينز ما بتهمني في موضوع الترانسبلانتيشن؟ بالعكس بتهمني، ممكن يكون فينا توافق في المجر ويصير فينا ريجكشن لانه ما عندنا، يكون فينا ريجكشن لانه ما فينا ايضا توافق في موضوع المينور هيستوكومباتيبلتي. المينور هيستوكومباتيبلتي انتيجينز انتيجينات اخرى غير الام اتش سي. فرق اخر، اختلاف اخر بين اللي هو اول نوع ثاني نوع. النوع الاولاني بيحفز نوعين من انواع الخلايا او تقوم به من ناحيه رياكشن، عندنا الهيلبر تي سيلز وعندنا السيتوتوكسيك تي سيلز. اما كتفاعل اخر لا، هاي المينور هيستوكومباتيبلتي انتيجينز تقدم للشخص عن طريق على شكل ايش، بتتقدم على شكل مجموعه من البيبتايدز، بيبتايدز ملتصقه بالنظام اللي هو الام اتش سي. رح نحكي ايضا عن موضوع اللي هو نوع اخر من الالو انتيجينز اسمه البلود جروبينج انتيجينز. البلود جروبينج انتيجينز بقصد فيه نظام الاي بي او، نظام اللي هو الرايزوس اللي هو نظام الار اتش، سميته انا الو انتيجينز لانه احنا بننقل الدم، شرط اساس يكون يعني من نفس السبيشيوس، ولكن من ناحية جينية مش متطابقين، مثل عملية نقل الدم احنا من شخص لاخر، واحيانا بنسموها ترانسفيوجن، فيحتوي الترانسفيوجن نوع من انواع الترانسبلانتيشن. رح نحكي شوي احنا عن موضوع اللي هو الميجر هيستوكومباتيبلتي انتيجينز بالبدايه. كميجر هيستوكومباتيبلتي انتيجينز they are the main antigens of graft rejection مثل ما حكينا، they cause fast and strong rejection. طبعا اذا ما في عنا توافق في الميجر هيستوكومباتيبلتي انتيجينز ايش طبيعي يكون في عنا rejection من النوع الفاست من النوع الstrong. بحكي لك هون بعدين gene complex whose alleles encode polymorphic cell surface glycoproteins involved in antigen recognition and presentation. هاي الميجر هيستوكومباتيبلتي انتيجينز بتكون عبارة عن اكثر من جين، هنحكي عنهم بعدين أنواعهم مثل A, B, D, R مثلا، بيكونوا موجودين على لوكاي معين في الجين، وإحنا بنرثهم كقطع واحدة، بنرث واحد من الأم واحد من الأب، فمن شخص لآخر في عنا يعني ما يزيد عن 40 نوع منهم، في عنا تنوع إيش؟ تنوع هائل، وهم مسؤولين كأخذناهم مسبقا عن موضوع تعرف اللي هو presentation، بيلتقطوا الأنتيجين المصنع اللي هو البروتيني وبيعضوا للتي سيل. طبعا يكون في عنا ماتشينج بين الدونر وبين الريسيبيانت بيقلل من موضوع الريجكشن. منقسم لانه تايب 1 وتايب 2. تايب 1 بنلاقيه على كل اللي هي الخلايا النيوكليتد سيلز، اما تايب 2 بنلاقيه على الانتيجين بريزنتينج سيلز، تحديدا عندنا الماكروفاجوس وعندنا الباسوفيلز والدينترايتيك سيلز. كلاس 1 أشهر الأنواع اللي بتهمني في موضوع اللي هو الجرافت ريجكشن، وهذا لا يعني ما فيش أنواع ثانية، في أنواع ثانية لكن أهمهم A, B, C. وكلاس 2 عندنا D, R عندنا D, Q. نجي لموضوع اللي من الهيستوكومباتيبلتي أنتيجينز، مثل ما أنا حكيت مهمين في الريجكشن بس مش بالأهمية تاعت المجر. فبنحكي عنهم إحنا slow and weak. Blood groups antigens حكينا عنهم اللي هو عبارة عن نظام الـ ABO، والانتيجينز هي عبارة عن إيش؟ عبارة عن carbohydrates أو مجموعة من البوليساكرايدز. من ناحية الأهمية والspecificity بنلاقيهم أكتر إشي في السكين، بعدها الكتني، بعدها الهارت، بعدها البانكريس، بعدها عنا الليبر. طبعاً
تبعا لوجود اللي هي هاي الانتيجينز رح نقسم احنا البلود جروبس، رح نقسمهم الى عندنا A وعندنا بي وعندنا او وفي عندنا اي بي. هلا اي مش مطلوب منا الحين، بس بنعرف انه اي اصلا مجموعه من السب جروبس، في عندنا اي وفي عندنا اي 1 الى اخره. فبشكل عام كجروب اي عندهم انتيجينز هي عباره عن اي تراي ساكرايد موجوده على الاتش تشين، اما البي عندها بي تراي ساكرايد موجود على الاتش تشين، اما الاو ما عندها لا اي ولا عندها بي تراي ساكرايد، وانما فقط عندها اتش انتيجين ما عليه اي شيء. اما اي بي جروب عندهم اي بي تراي ساكرايدز. طبعا اذا ما كان في عندنا توافق في البلود جروبس راح يؤدي هذا كله الى هايبر اكيوت ريجكشن، راح نشرحه في السلايدات الجايه. بس حاليا المطلوب منا نعرف انه الهايبر اكيوت ريجكشن هو عباره عن تفاعل، سببه الاساسي انه الريسيبيانت عنده انتي بوديز متشكله من قبل، سواء كانت بسبب نقل عضو او كانت بسبب انه مثلا افتر بريجنانسي الى اخره، وبلشت الانتي بوديز هاي تهاجم البلود جروبس وبتؤدي الى لايسيز الى اخره. ميكانيزمز اوف الوغرافت ريجكشن بشكل اساسي كميكانيزم انا بقسمهم الى مجموعتين. المجموعه الاولى مجموعتي كمراحل، عذرا كمراحل، مرحلتين. عندنا مرحله السنسيتايزيشن ستيج وعندنا مرحله الافكتور ستيج. مرحله السنسيتايزيشن ستيج المرحله الاولى اللي انا بدي اتعرف فيها على الانتيجينز، سواء كانت من قبل سيل ميديتد سيلز، سواء كانت من قبل هيومرال سيلز، سواء كانت من قبل ناتورال كيلر سيلز. المرحله اللي بعديها مرحله الافكتور ستيج راح نبلش احنا وسائلنا الدفاعيه، سواء كان مثل ما احنا ذكرنا ناتورال هيومرال سيل ميديتد، نبلش سواء نفرز سايتوكاينز، سواء نقوم بعمليه اللايسيز، سواء نهجم بشكل دايركت. ف راح نحكي عن كل واحده فيهم. راح نبلش بالسيل ميديتد اميونيتي. اول ما يخطر على بالنا سيل ميديتد مباشر معناه عندنا هيلبر وفي عندنا سايتوتوكسيك. طبعا رح نقسم الموضوع السيل ميديتد اميونيتي في مرحلة السنسيتايزيشن، مرحلة تعرف الانتيجين، الى طريقتين في عملية التعرف، طريقة دايركت بشكل مباشر وطريقة اندايركت، رح نحكي عنهم الحين في السلايدات الجاية. هلا الطريقة الاولى طريقة دايركت معناها انه عندي الـ MHC الموجود على أسطح الخلايا تاعت الدونر، بتعرف عليها بشكل مباشر من قبل خلايا جسمي من دون أسوي لها عملية تعديل أو أسوي لها عملية بروسينج أو anything else. أما الطريقة الاندايركت لا، الـ MHC أنا معتبريته مثل اللي هو الفوريان بادي، راح أتعامل معه مثل أي فوريان بادي بين أسوي له عملية بروسينج وأسوي له عملية بريزنتيشن. هلا هاي نقطة الاختلاف الأولى. النقطة الثانية إنه هل انا بحاجه في الدايركت بريزنتيشن الى انتيجين بريزنتينج سيلز؟ انا مو بحاجه الها. ليش مش بحاجه لها؟ مش بحاجه لها لاني انا ما قمت بعمليه تعديل الام اتش سي تاعت الدونر. في الطريقه الاندايركت انا بحاجه الى انتيجين بريزنتينج سيل، ولكن انتيجين بريزنتينج سيلز تاعت الريسيبيانت وليست تاعت اللي هو الدونر. تقوم هاي الانتيجين بريزنتينج سيلز انها تاخذ هاي الام اتش سي تاعت اللي هو الدونر وبتعرضها على الخلايا تاعتي. هاي الصوره بتوضح الاشي اللي احنا شرحناه مثل ما احنا شايفين. الطريقه الدايركت هاي انتيجين بريزنتينج سيلز تاعت مين؟ تاعت الريسيبيانت، حامله اللي هو الام اتش سي مولكيولز اللي هو تاعت الدونر، وهاي التي سيلز تاعت الريسيبيانت تعرفت عليها. اما هاي طلعوا هاي اظن this is the tissue of the donor and it is carrying the MHC the antigen presenting cell of the recipient take it and process it and then present it then the T cells they will recognize it. هاي الصورة بتوضح كل شيء. طبعا هذا الجدول بيلخص كل الكلام اللي احنا حكينا مقارنه بين الدايركت والاندايركت، بس في فروق بسيطه ما حكينا عنها. بالنسبه للاكتيفيتد تي سيلز لو لاحظنا احنا عندنا سي دي 4 وسي دي 8 سيلز في طريقه الدايركت وطريقه الاندايركت الثنتين بتنشطوا، ولكن راح نتعرف كيف انه تحديدا عندنا سي دي 8 سيلز هنا وسي دي 8 سيلز هنا راح تتعامل بطريقه مختلفه. كمان عندنا هان الروز ان ريجكشن، طريقه الدايركت ريكوجنيشن اكيوت ريجكشن
وطريقة اللي هي ال indirect recognition، تتعرف طريقة اللي هي ال chronic rejection. طريقة ال acute rejection راح نشرحها برضو فيما بعد، إنه الطريقة ال acute بتكون إنه الجسم راح ما راح يتقبل اللي هو الجرافت خلال minutes أو hours، تصير عملية rejection وتبلش الخلايا مباشرة عملية الهجوم. أما الطريقة الكرونيك راح بدها وقت كتير طويل، عذراً الأكيوت مش minutes ل hours، بدها من days ل weeks maximum month، أما الكرونيك بدها من months ل years. كمان شغلة إنه الأكيوت كآلية تختلف عن الكرونيك رح نشرح فيما بعد. درجة الريجكشن طبعا الدايركت كتير قوي very strong، أما الاندايركت ويك. هلا رح تعرف احنا دور اللي هي مرحلة الافكتور ستيج للسيل ميدياتيد ريسبونس. عندنا CD4 سيل هي شغلة مشتركة بين الدايركت والاندايركت. اخذنا احنا انه CD4 رح تتميز الى هيلبر 1 والى هيلبر 2، كل واحدة فيهم تفرز سايتوكاينز محددة. هاي السيتوكاينز لها دور سواء كان في عملية تحفيز خلايا مثل انترفيرون جاما اللي بنفرزه عن هذا انترفيرون جاما، بتفرزه الهيلبر 1، بيحفز الماكروفيجاس وبيعمل لها اكتيفيشن وبيعمل لها عملية ريكروتمنت بجذبها. وفي عنا أمثلة ثانية على سبيل المثال عن انترلوكين 4 و5 لهم علاقة بعملية جذب الإسينوفيلز وتحفيز بيسيلز إلى آخره. طبعا هاي الاستجابة تحديدا بتشبه اللي أخذناها في الديليت تايب أوف هايبر سنسيتيفتي، بأنها عبارة عن سايتوكاين ميدياتيد انفلاميشن، يعني الدمج بيصير بسبب إيش إحنا السايتوكاينز. ننتقل للسيتوتوكسيك تي سيلز سي دي 8، بنقسمها الى الى قسمين، لانه في الطريقه الدايركت راح تقتل بشكل مباشر الخلايا، لكن بالطريقه الاندايركت ما بتقوم بنفس المرحله اللي قبلها، لانها سيلف ام اتش سي ريستريكتد، يعني هي ما بتتعامل مع يعني ما بتتعامل مع زي ما يحكوا ام اتش سي تاع ريسيبينت او اي شيء غريب. اما بالنسبه لها اللي هي الهيومرال اميونيتي احنا متعارف عليها اللي هي انتي بودي ميدييتد بثلاث طرق. انتي بوديز عندنا كومبلمنت اكتيفيشن، اخذناه انه ميدييتد باي اي جي جي اند اي جي ام، بيجي عندنا اللي هو الانتي بودي بيرتبط بالانتيجين بشكل مباشر، بيحفز كاسكيد من اللي هو الكومبلمنت لحد ما يوصل لعمليه اللايسيز اللي هو الانتيجين. النقطه الثانيه انتي بودي ديبندنس ميدييتد سايتوتوكسيسيتي، انه الانتي بودي بيجي بيرتبط بالخليه اللي هي الانفكتد، وبعديها بيجي عندنا اللي بيجي عندنا ناتراكلر سيلز بتكون عندها ريسبتور بسميها اف سي جاما. اف سي جاما بترتبط بهذا اف سي جاما بترتبط به اللي هو الانتي بودي، وبعديها بتبلش تفرز مجموعه من البيرفورينز والانزيمز اللي بتسوي عمليه لايسيز للسيل. موضوع الاوبسونايزيشن از ميدييتد باي exactly by IgG. IgG come and attack the antigens but they have complex structure. تحديدا بيكون يعني مثل البكتيريا عندها capsular polysaccharide، فبتسوي لها عملية opsonization، بتيجي عندنا الماكروفاج ونفس الطريقة بترتبط بالانتيبادي المرتبط بالانتيجين وبتسوي لها عملية endocytosis وبتكتمل عملية اللي هي التدمير داخل الماكروفاج. طبعا الهيومرال اميونيتي مش كتير بهالأهمية مثل السيل ميديات اميونيتي في موضوع اللي هو الريجكشن، ولكن رح ناخد نشرح فيما بعد انها فقط مهمة في الهايبر اكيوت ريجكشن اللي من آليتها يكون في عنا احنا بريفورمد انتيبوديز، يعني انتيبوديز متشكلة من قبل. Role of natural killer cells. الحين دور natural killer cells. Natural killer cells ما عندها ما بتقدر تتعرف بشكل مباشر اللي هو ال MHC تاع الجرافت، ولكنها كيف تتحفز؟ السؤال هون، السؤال الإجابة هي إنها تتحفز عن طريق مجموعة من السيتوكاينز بتفرزها تي هيلبر 1 تحديدا، عندنا اللي هو الانترفيرون جاما والانترلوكين 2 وفي بعض الأحيان ممكن الانترفيرونز. طبعا هذا اللي شرحناه احنا، هاي مرحلة الافكتور ستيج، وعنا لهيك هدول هيك خط عنا السيل ميدياتيد، كل هدول السيل ميدياتيد هدول. اما هاي اللي هي الهيومرال اميونيتي زي ما احنا شايفين، هاي التي هيلبر وهاي السيتوتوكسيك.
افرزوا لي انترفيرون جاما. انترفيرون جاما ساعد في موضوع زياده الام اتش سي اكسبريشن وحفزت الماكروفاجس. الماكروفاجس افرزت ليتيك انزيمز دمرت اللي هو الجرافت، وعندنا زي ما احنا شايفين اللي هو البي سيل وطرق تعرفنا عليهم انتي بودي ديبندنت سيل ميديتد سايتوتوكسيسيتي، وعندنا برضو كمان موضوع الكومبلمنت اكتيفيشن واكثر من اليه. انت بتحكي عن انتي بوديز سواء بطرق الكومبلمنت سواء بطرق انتي بودي ديبندنت سيل ميديتد سايتوتوكسيسيتي عن طريق الانزيمات عن طريق الناتورال كيلر سيلز والسايتوتوكسيك تي سيلز بهجموا بشكل مباشر. كل هاي الاليات بتدمر الجرافت. بنرجع نأكد مرة تانية أهم طريقة اللي هي سيل ميديتد سايتوتوكسيسيتي. كلاسيفيكيشن اوف الوجرافت ريجكشن، بدنا نصنف مرة تانية الوجرافت ريجكشن، لكن المرة هون تبعا لأكتر من شغلة. طريق التصنيف الأولاني تبعا ل اللي هو مين هو هل هو الدونر ولا هل هو الريسيبيانت اللي صار للتيشوز تاعونه دامجينج. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية وين التي سيلز اتنشطت ضد مين اتنشطت. رح نصنفهم الى واحد host versus graft reaction، والنقطة الثانية graft versus host reaction. هلا النقطة الاولى بتعمل اسمها host، بمعنى اخر التي سيلز اللي تشكلت داخل الهوست ضد الريسيبيانت، بمعنى اخر الدمج رح يصير لمين. عذرا الهوست versus reaction عندنا antibodies في الريسيبيانت تشكلت ضد الدونر. ضد الدونر معناه الدامجينج راح يصير للدونر. النقطة الثانية graft versus host reaction معناه في عنا مجموعة من التي سيلز بقايا كانت موجودة في الجرافت نفسه وتشك وتبلش تهجم على الريسيبيانت. إذا الدامجينج هون راح يصير للريسيبيانت. أنا نتوقع مين أكثر ضررا؟ نتوقع إحنا إن النقطة الثانية أكثر ضررا. فأهم تطبيق أكثر واحدة شائعة هي النقطة الأولى اللي هي الهوست فيرس جرافت ريأكشن، وهي بشكل عام تطبق على كل أورغان ترانسبلانتيشن باستثناء اللي هو البون مارو ترانسبلانتيشن وعملية زراعة الإيميون سيلز ضمن التصنيف الثاني. رح نبلش بالتصنيف الأولاني اللي هو الهوست versus graft reaction، ورح نقسمه إلى ثلاث تفاعلات: hyperacute rejection, acute rejection, chronic rejection. رح نبلش إحنا بالتفاعل الأول اللي هو hyperacute rejection. طبعا الhyperacute rejection من ناحية في كل التفاعلات رح نمر عليها نكون حاطين في بالنا ثلاث شغلات. الشغلة الأولى اللي هي المدة الزمنية، نكون عارفين إيش هي الآلية، ونكون عارفين إيش هي من ناحية الباثولوجي إيش الأشياء بتصير. الهايبر أكيوت كمدة زمنية من minutes ل hours، يعني أسرع إشي بتصير after host blood vessels are anastomosed to graft vessels، يعني حتى إنه تكتمل عملية الفاسكولاريزيشن للنسيج اللي أنا تبرعت فيه ما بتتم مباشرة، حتى عملية اكتمال نمو أو عدوي ما بتتم أبدا. كيف الآلية؟ راح أوضح لكم الحين صورة بتوضح اللي هي آلية الهايبر أكيوت ريجكشن. راح نشوفها هون، عذرا بس لأنه ما كنت حاطة بالموضوع. أيوة بالضبط هاي هي الصورة. زي ما نحن شايفين الكدني أكبر مثال وأكثر يعني أعضاء شيوعا. في عنا بالهايبر اكت ريجكشن احنا حكينا عن شغلتين، حكينا اول شيء انها بدها دقائق لعدة ساعات، وحكينا حتى موضوع اللي هو الاوعية الدموية ما راح يتم. طب السؤال هو كيف الآلية؟ خلينا نفهم الآلية ونرجع مرة تانية على الصورة. نرجع هاي كآلية عنا preformed antibodies. من هاي النقطة راح نمشي على باقي النقاط، هي الأساس. أول شيء كان في عنا إحنا preformed antibodies. شو معنى preformed antibodies؟ معناها في عندي داخل الريسيبيانت antibodies متشكلة من أول. طب من وين إجت هاي الantibodies؟ قد تكون خلال مرحلة pregnancy، ممكن قد تكون إنه الشخص سوى عمل transplantation من قبل، وقد تكون لعوامل أخرى. هاي عنا مجموعة من الأنتي باديز. بتيجي عنا الأنتي باديز هاي، طبعا هاي الكابلاريز تاعت مين؟ تاعت اللي هو الدونر. بترتبط عندنا الأنتي باديز بالأنتيجينز تاعت الاندوثيليال سيلز. بعد ما ارتبطت راح تحفز موضوع كومبليمنت، واحنا أخذنا انه C3A وC3B لهم علاقة بموضوع جذب اللي هم النيتروفيلز. بتيجي عنا النيتروفيلز هاي تجمعت في المكان، بتبلش تفرز مجموعة من الأنزيمز إلى آخره. هاي الإنزيمات بتبلش تدمر الوعاء الدموي. لما دمرته طبعا سوينا احنا عملية ديسلوكيشن للي هو الوول تاع البلود فيزل،
بلشت تظهر عندنا احنا الريسبتورز تاعون البليتلتس، اتجمعت عندنا البليتلتس هون وسوت مثل اللي هي الثرومباي. الثرومباي هاي راح تمنع عملية وصول البلود للتيشو، بالتالي لما منعت وصول اللي هو البلود للتيشو راح يصير في عندنا نيكروسيز، وراح يصير في عندنا كمان انه العضو اصلا ديسفانكشن ما راح يشتغل الى اخره. نرجع الحين للي هو عرضنا. مثل ما احنا شايفين هون عندنا بريفورمد انتي بوديز. طبعا الانتي بوديز هاي قد تكون لاي نوع من انواع الانتيجينز اللي احنا اخذناها من قبل، اللي هي نظام الاي بي اللي هو مثلا قد تكون ضد الاي بي او بلود جروبس، قد تكون ضد اللي احنا شفناها بالصوره بالكدني فاسكولار اندوثيليال سيلز، ممكن تكون ضد اتش ال اي انتيجينز هي مال ليوسايت انتيجينز، هي نفسها هنا الام اتش سي انتيجينز. وهي مثل ما احنا ذكرنا انه بصير فينا complement activation, endothelial cell damage و platelet activation، بتتكون عندنا خثرة، الوعي الدموي تسكر، بطل الدم يوصل للنسيج، وبالتالي صار في عندنا عملية damaging. التفاعل الاخر اسمه acute rejection، نفس الشيء من ناحية زمنية رح نقارن انه مدته اطول من days لحد weeks. 80-90% من الكيسز occurs within one month. نجي نحكي عن موضوع اللي هي الباثولوجي. من ناحية باثولوجي تختلف عن اللي قبلها، بانه اللي قبلها كانت بس antibodies، اما هاي في عنا قسمين، عنا antibodies اللي هي الهيومرال وعنا برضو cellular، لكن كآلية بيختلفوا. الantibodies رح تساهم في موضوع اللي هي الفاسكولايتس، يعني antibodies راح تهجم على الوعاء الدموي وتعمل لنا endothelial cell damage. إذن إحنا هيك دمرنا الوعاء الدموي، كأنها جمعت بالآلية اللي إحنا حكينا عنها من أول اللي هي الـ hyperacute. أما هاي هي النقطة اللي بتختلف، وراح يصير في عنا بما أنه صار في إفراز للcytokines بكميات كتير كبيرة، راح يصير في عنا attractant للlymphocytes والmacrophages، وهذا راح يؤدي إلى parenchymal cell necrosis. فمثل ما ذكرناهم كآليات هي vasculitis بفعل الانتيبوديز وبيرانكايمال سيل داميج. vasculitis عنا انتيبوديز، اول ما نذكر كلمة انتيبوديز بخطر عبانة ثلاث شغلات مباشرة: opsonization, complement activation و antibody dependent cell mediated cytotoxicity. ما في داعي نحكي الاشياء اللي تحت مباشرة. اول ما يخطر عبانة بيرانكايمال سيل داميج، تدمير للسيل دامج معناها انفلتريشن لللمفوسايتس، تحديدا عندنا اللي هم التي سيلز. على طول نتذكر اللي هي الديلي تايب اوف هايبر سنسيتيفيتي، سواء كانت بشقه سي دي 4 او حتى السيتوتوكسيك اللي بتقتل بشكل مباشر. ننتقل للنقطه الاخيره اللي هي الكرونيك ريجكشن، اطول وحده فيهم، يعني ممكن الشخص تمر عليه 4 سنين 5 سنين بعديها يصير عندنا يرجع على الدكتور يحكي لك انه ما زبط الموضوع، يصير في عندنا ريجكشن. كاليه كميكانيزم الاليه غير معروفه كاليه، ولكن بالنهايه بصير في عندنا اكتشفوا انه بصير في عندنا احنا فايبروسيس وفاسكولار ابنورماليتي ولوست اوف جرافت ريجكشن. طبعا هلا راح افرجيكم صوره بتوضح الاشياء اللي احنا نحكي عنها. هي الرسمات الثلاثه اللي ذكرنا على التفاعل. خلينا نركز بالبدايه على الكرونيك ريجكشن، لانه احنا حكينا انه الاليه غير معروفه، ولكن ك هيستولوجي احنا بنعرف شو بصير. يعني لاحظوا العلماء انه بس الاهم شغلتين نعرفهم، انه في عندنا سي دي 4 هيلبر سيلز ميدييتد، وفي عندنا افراز لمجموعه من السيتوكاينز. بغض النظر عن الآلية، بيهمني أعرف إنه السيتوكاينز إجت وارتبطت بإيش، أثرت على اللي هي الفاسكولار سموث مسل سيل، أثرت على هاي الطبقة من الوعاء الدموي. لما أثرت عليها اشتغلت كأنها جروث فاكتور، حفزت تكاثرها. طبعا نشوف كيف الطبقات تكاثرت، فلما تكاثرت الوعاء الدموي صار له عملية أوكلجن. لما صار له عملية أوكلجن وانسداد، شيء طبيعي إنه يبطل عنا البلود يوصل للي هو التشو، يصير فيه عنا إحنا نيكروسيز وفايبروسيز إلى آخره. طبعاً هاي الصورتين هاي مثل اللي هي الهايبر أكيد اللي حكينا عنها، هاي أنتيبودي ضد اللي هي الأنتيجين تاعون الإندوثيليال سيلز، وزي ما إحنا شايفين في عنا عملية تحفيز للي هو موضوع الكومبلمنت أي نيتروفيلز طبعاً جذبناها، وهاي عملية تحفيز اللي هو الكومبلمنت سيستم، وبلش هاي صلعة أوكلجين لإله. هذا المثال الثاني اللي هي الأكيوت، زي ما نحن شايفين قسموها هيك قسمين، هاي الهيومرال ريسبونس تاعت الأنتيبوديز، هاي تاعت الهيومرال ريسبونس تاعت الأنتيبوديز، وهاي تاعت اللي هي اللي هي التي سيلز. زي ما نحن شايفين هان ارتبطت بالبيرانكايمال سيل، وهان الأنتيبوديز ارتبطت بتاعون الفاسكولر، بس بالنهاية انه نفس الشيء دامجينج.
ننتقل للنوع الثاني. خلصنا الهوست versus graft reaction وعرفنا انه يقسم الى ثلاث اقسام: hyper acute rejection, acute rejection and chronic rejection. الحين النوع الثاني graft versus host reaction. للتذكير حكينا انه في عندنا تي سيلز موجوده في الجرافت هجمت على اللي هو الريسيبيانت اللي هو التيشوز تاعونه وسوت لهم عمليه تدمير، وكمان شغله انه الدمجينج بيصير للريسيبيانت لا اكثر. اشهر مثال عليه حكينا احنا موضوع البون مارو ترانسبلانتيشن، والبون جبت مثلا بون مارو وتبرعت فيها لشخص معين، هذا البون مارو صدف انه فيه اميونو كومبيتنت سيلز. اول ما نسمع كلمه اميون كومبيتنت سيلز معناه انه في عندنا مجموعه من السيلز قادره على عمليه انتاج انتيبوديز. نفرق بين كلمه جرافت فيرسز هوست رياكشن وبين جرافت فيرسز هوست ديزيز. هاد بيؤدي الى هاد، كيف يعني ديزيز؟ هسه راح اتعرف عليهم. بس هو عباره عن ايش؟ عباره عن ديزيز caused by graft versus host reaction، وبالنهايه بيؤدي الى damaging للهوست. راح نشوف كيف انه الجرافت versus host disease بعد شوي راح نقسمه الى acute والى chronic. خلينا نشوف اللي هي الكونديشنز امتى بيصير هذا الموضوع. enough immune competent cells in grafts. جبنا مثلا بون مارو بدي اتبرع فيه للشخص، وهذا البون مارو كان فيه كميات كتير كبيره من الكومبيتنت سيلز اللي هي خلايا قادره على انتاج الانتي بوديز. هذا ممكن يكون السبب. اذا ما كانت الكميه كافيه ما بيحدث اللي هو التفاعل. النقطه الثانيه، كان الشخص immune compromised host، جهازه المناعي مضاعف لاي سبب من الاسباب، سواء كان مثلا باخذ ادويه تعمل immune suppression، او كانت المراه حامل على سبيل المثال pregnant، او كان الشخص عنده ال HIV الى اخره. histocompatibility differences between host and graft، لما يكون في اختلاف في نظام ال MHC complex بين الهوست وبين الجرافت. بنقسمه الى acute والى chronic disease، نركز وليس الرياكشنز. من ناحيه acute بتصيب ايش؟ بتعمل endothelial cell death للسكين والليفر والgastrointestinal tract. من اعراضها rash, jaundice, diarrhea, gastrointestinal hemorrhage, and it's mediated by mature cells in the graft. ركز على كلمة T cells في الجرافت not in host. هاي مثل الصورة احنا شايفينها، هاي تظهر الصورة عن راش على الهاند. الكرونيك ديزيز، لو لاحظنا هناك الإصابة كانت أبسط، ها نوعا ما الإصابة بتكون مور سيفير، لأنه بالنهاية بصير في عندنا fibrosis وأتروفي بصغر حجم العضو. الكرونيك اللي بيميزها كمان عن الاكوت انها بتصيب one or more of the organs، وبشكل كومبليت بصير في عندنا dysfunction للي هو الaffected organ. هاي كمان الصوره بتظهر لنا اللي هو الديزيز. طبعا هاي حاله بسيطه، اما هاي حاله كرونيك، هاي اكوت، اما هاي زي ما احنا لاحظين كرونيك. اكثر شيء يميز الاكوت الكرونيك كملخص كسمري انه الاكيوت بيكون نوع ما لوكال، اما الكرونيك بيكون ممكن يصيب اكثر من عضو. كمان الكرونيك ديسفانكشن كومبليت للعضو وبيؤدي كمان ل فايبروسينيكروسيس، اما الاكيوت لا، اعراضه خفيفه نوعا ما، دايريه مثل ما احنا اخذناها، ممكن راش، جانديس الى اخره. laboratory studies. هلا شو بيهمنا موضوع اللي هو الترانسبلانتيشن ريجكشن؟ ايش هي الاختبارات اللي انا ممكن اعرف هل ممكن ان اتبرع لهذا الشخص او مش ممكن؟ هل الشخص عنده القابليه يستقبل اللي هو الشيء اللي اتبرع له اياه؟ ايش هي الاختبارات ممكن نعملها؟ هاي مجموعه من الاختبارات محطوطه هون. اول نظام ABO and RH blood typing. طبعا هذا الاختبار اخذناه من قبل اللي هو اللي بيحكي عن موضوع، خلينا نشوفه هون. هاي الموضوع بيحكي عن موضوع الاجلوتينيشن تيست، هو نفس اختبار الاجلوتينيشن تيست لما بلش انا اضيف انتي بوديز للسيرم اشوف هل بصير فين اجلوتينيشن الى اخره، اخذنا مسبقا. الاختبار الثاني اختبار كروس ماتشينج بريفورمد انتي بوديز. الاختبار هاد تقريبا نفس نظام الاي بي او، لكنه بتطبق مش بس على نظام الاي بي او، يعني نظام التبرع بالدم، نظام التبرع برضه بالانسجه اخرى، بيختبر اذا هل في عندنا انتي بوديز لا عند الشخص او لا. ونقدر نحكي انه هو نفسه الاتش ال اي تايبنج. اتش ال اي تايبنج هو نفسه نعمل تيشو
ماتشنج. كيف يعني شو ماتشنج؟ نشوف هل الام اتش سي عند الريسيبيانت توافق الاتش الام اتش سي عند الدونر، هذا هو المقصود بالتوافق. بنركز اكثر شيء احنا على الاتش ال اي اي والبي والدي ار. السؤال، هل في عندنا انظمه اخرى من ال اتش ال اي؟ نعم عندنا أنواع أخرى، بس كان ملاحظة لأنه في أشخاص ممكن يلخبطوا الهيومن ليوسايت أنتيجينز هي نفسها الـ MHC، هي نفسها، بس زمان كانوا يسموها هذا الاختصار. طبعا هي معناها هيومن ليوسايت أنتيجينز. الاختبار الثالث اللي هو بهمني أنا الليمفوسايتوتوكسيسيتي تيست. إيش هالاختبار؟ الاختبار هذا بيختبر وجود أنتيباديز لدى الريسيبيانت ضد الليمفوسايت لدى الدونر. كيف آليته؟ منجيب مجموعة من الليمفوسايتس وبنضيف عليها مجموعة من الأنتيباديز اللي هي السبيسيفيك للأنتيجينز اللي هي حاملتها، وبعدين منجيب سيرم، بالعادة بيجيبوا سيرم من اللي هو الرابت بضيفوها عليها. طبعا ليش السيرم من الرابت بيجيبوه؟ مشان يشتغل أو إنه بيكون يحتوي على كومبليمنت. بالتالي إذا فعلا ارتبط عن الأنتيبادي بالليمفوسايت، إذا فعلا كان سبيسيفيك رح يحفز موضوع الكومبليمنت سيستم، وراح يسوي عملية اللي هي يعني يخترق اللي هي السل نفسها. وبعدين في عنا صبغة، مجموعة من الصبغات بيستخدموها، أتوقع يمكن يعني ثيوداين ممكن، أو بأسباب أخرى بيستخدموها، بتخترق وبتدخل وداخل الخلية هاي. فإحنا من ناحية هيستولوجي بنشوفها مباشرة أضاءت ونتعرف عليها إلى آخره. الاختبار الآخر اسمه Mixed Leukocyte Reaction، رح نحكي عنه الحين في السلايد اللي بعدها. الاختبار بعدي Screening for Presence of Preformed Antibodies to Allogenic HLA. طبعا هذا الاختبار حكينا عنه. لما أجي أحكي Tissue Typing هو نفس هذا الاختبار. Tissue Typing هو نفس ال HLA Typing، معناها Matching between MHC للريسيبيانت والدونر، هل في توافق بينهم ولا لا. هذا حكينا عن الاختبار، رح نشرح عنه. Mixed Lymphocyte Reaction، ايش الفكرة منه؟ الفكرة منه انا جبت مجموعة من الليمفوسايتس من الريسيبيانت عندي، وعندي مجموعة من الليمفوسايتس من الدونر. جبت انا Irradiation وعرضت الخلايا تحت الدونر لإله. شو الهدف من الموضوع؟ الهدف اني اخليها inactive وبالتالي تشتغل بس كمجرد stimulus. بجيب انا Recipient Cells والدونر، then I will mix it. بعد ما سويت عملية Mixing راح اشوف هل في عنا لخلايا الريسيبيانت proliferation ولا ما في عنا proliferation ابدا، ولا هل في عنا weak proliferation. اثبتت الدراسات اذا كان في عنا احنا strong proliferation رح يكون في عنا high incompatibility، بمعنى اذا ضعفت هاي الخلية هذا معناه انه ايش؟ ما في عنا توافق بين الريسيبيانت وبين الدونر. السؤال هو ليش ما رح يكون في عنا توافق؟ يعني شو التفسير؟ الفكرة هي انه اذا ضعفت معناها انها تعرفت على الدونر سيلز كانها ستيمولس، ما تعرفت عليها كانها خلايا عندها نفس الام اتش سي تاعتها، فتضاعفت استجابه كاستجابه لفوريان بودي. اما اذا كان فينا ويك بروليفريشن معنى اخر انها نوعا ما تضاعفت، معناها انه فينا توافق بين الريسيبيانت وبين الدونر، ومعناها موضوع الانكومباتيبلتي معناها موضوع عدم التوافق كثير قليل. أما إذا ما حصل عندنا أي proliferation معناها 100% في عندنا توافق، يعني كأني بحكي إنه هاي recipient cells وكأنها الدونر متشابهات كثير لدرجة إنه مستحيل أنا كأني أنا وعندي صديق، هل أنا بهاجم صديقي؟ مستحيل أهاجم صديقي لأنه مثلاً بيمتلك نفس صفاتي، بينا صلة صداقة إلى آخره. فهو نفس الشيء recipient والدونر مثل أصدقاء، عندهم أشياء مشتركة بينهم ما بيهاجموا بعض إذا كان في بينهم توافق. أما إذا واحد اختلف عن الآخر لا، بروح بهجم عليه كأنه إيش؟ كأنه foreign body. فهذا الموضوع بيساعدنا في معرفة إيش الاختلافات بين الدونر وبين الريسيبيانت في موضوع اللي هي الأنتيجينز. immunosuppressive therapy الدكتور مركز عليهم كثير لأنه مش مطلوبات منا في هذا تحديدا في هالمرحلة، فذكرهم بشكل عام، نعرفهم بشكل عام كأدوية، نعرف إنه في عنا إحنا cyclosporine، عنا azathioprine، cyclophosphamide، عنا ممكن إحنا نصنع مجموعة من الأنتيباديز ضد التيسل سيل surface molecules، لأنه مثلا أعطيني أمثلة على surface molecules للتيسل، عنا CD3، ممكن يكون في عنا برضو طبعا CD3 لها علاقة بالسيجنال ترانزاكشن، عملية نقل الإشارة للتيسل. فإذا ما كان في عنا إشارة للتيسل ما رح تضاعف التيسل، وبالتالي رح يقل أعداد التيسلز.
في عنا برضو كمان انتي انفلاميتوري ايجنتس، يعني موضوع مثل كورتيكوستيرويدز بتساهم بلوكينج لعملية السينثيسيز وعملية السيكريشن للسيتوكاينز. فلنفرض ما في عنا سيتوكاينز، وتحديدا ما عنا انترفيرون جاما، ما عنا انترفيرون جاما مثلا، ما عنا عملية تنشيط للي هم الماكروفاجس، معناها ما في عنا لايسيز لايش للجرافت، بالتالي انا خففت من موضوع الريجكشن. كمان مثال اخر، ما عنا سيتوكاينز تفرزها تي هيبر 2، عندنا انترلوكين 4 ما في عندنا، انترلوكين رقم 5 ما عندنا، بالتالي ما في عندنا إسنوفيلز، ما في عندنا اللي هي الإسنوفيل البروتين اللي بتفرزهم، ما في عندنا عملية تحفيز للأنتي بوديز إلى آخره. إميونيتي، كلمة توليرانس عكس الأوتو إميونيتي، توليرانس لا خلاص ما في عندنا مهاجمة لنفسه. نحكي عن موضوع الاندكشن اوف اميون توليرانس. حكينا قبل شوي انه التوليرانس معناه انه الجسم يبطل يهاجم اللي هي الجرافت. كيف بدنا نعمل هذا الموضوع؟ نفس تقريبا آلية اللي هي الاميون سبريشن. الطريقة الاولى عملت انهيبيشن لموضوع التي سيل اكتيفيشن. التي سيل زي الاساس بكل شيء، فاذا انا سويت لها انهيبيشن ما راح يشتغل شيء. الطريقة الاولى عن طريق سوليبل ام اتش سي مولكيولز. كثير راح تسألوا بعض حالكم شو معنى يعني شو آلية الام اتش سي سوليبل مولكيولز. في عنا جزيئات اخرى غير الموجوده على سطح الخلايا ام اتش سي مولكيولز، بتكون برضو كمان سوليبل، بتكون موجوده في اللي هو الفلويد. هاي الام اتش سي مولكيولز لما يصير في عنا توليرانس، يعني بغض النظر سواء انا استخدمتها كنوع انواع الانهيبيشن او حتى بعد ما انا سويت عمليه ديليشن للانفكشن بدي ارجع الجسم لحالته الطبيعيه. فبغض النظر طريقتين، كاليه عاديه او كاليه ايش اليه تدخل طبي يعني من برا. آلية عملها بتيجي عنا هاي soluble molecules في موضوع التوليرانس، بيزيد تركيزها داخل الفلود وبتصير تحاول تنافس الانتيجين او تنافس تحليل عنا الانتيجين الموجود على سطح الـ MHC molecules في الارتباط بالـ T-cell receptors. فلما تكون المنافسة شديدة بتسوي عملية blocking لعملية الـ activation للـ T-cell. هلأ النقطة الثانية اللي هي CTL4، هذا الانتيجين معروف عنه بانه بيرتبط ب سي دي 80 86. في موضوع الريجوليشن في التيسلز اخذنا في موضوع الانهيبيشن للاكتيفيشن، خلاص بعد ما احنا تخلصنا من الباثوجين بدي ارجع جهاز المناعه لوضعه الطبيعي، بترتبط CTL4 مع سي دي 80 اند 86 وبصير موضوع انهيبيشن. الطريقة الثانية انه انترلوكين ريسبتور بنعرفه موجود على كل التيسلز وهميته بيرتبط فيه انترلوكين 2 وبحفز موضوع البروليفريشن والديفرينشيشن لها. فإذا أنا استخدمت أنتي للريسبتور كأني منعت موضوع كل البروليفريشن وكل الديفرينشيشن للتيسل. هلا النقطة الثانية تي هيلبر 2 سايتوكاينز. كتير منكم راح يحكوا شو علاقة تي هيلبر سايتوكاينز بالموضوع. هل نعلم إحنا إنه تي هيلبر 2 سايتوكاينز بيسووا انهيبيشن للهيلبر 1؟ يعني مثلا عندنا الانترلوكين رقم 4 من أهم السيتوكاينز بما إنهيبيشن لأتي هيلبر 1، فكأنهم بيعملوا inactivation أو كأنهم بيشتغلوا كأنتيبوديز ضد مين؟ ضد تيومر نيكروسيس فاكتور ألفا وضد الانترلوكين 2 ضد الانترفيرون جاما. النقطة الثالثة اللي جيت علينا اللي هي مايكرو كايميريزم. شو معناها؟ The presence of small number of cells of donor genetically distinguished from those of the host individuals. في بعض الأحيان مثلا بيكون في عنا على سبيل المثال كان في عنا دونر جيت برا وصدف انه في عنده نوع من انواع الخلايا لاي سبب من الاسباب، ممكن تكون ضلت معه بعد مرحلة انه كان بالبريجنانسي، خلال مرحلة البريجنانسي كان ضل معه شوية مرأة، مثلا امرأة ضل معها شوية خلايا من الطفل تاعها، او بغض النظر كان ابن وضل معه خلايا من عند الام، لانه اصلا خلال مرحله الحمل بيكون فيها تبادل بين خلايا الام وبين خلايا الطفل، يعني بوصل شوي منهم للثاني. المهم او ممكن شخص سوى عمليه ايش تلقى عمليه نقل اعضاء وضل عنده نوع انواع الخلايا من هذاك الشخص، صدف انه هذا الشخص اجى يتبرع لريسيبيانت بعضو نسيج خلايا. اذا كانت هاي الخلايا القليله جدا قليله جدا، هاي سمول نمبر من هاي الخلايا تاعت الدونر، صدف انها هي متطابقه مع اللي هي الخلايا
اللي بتحمي الانتيجينز للريسيبيانت، ممكن هذا يقلل موضوع اللي هو الموضوع الاوتو اميونيتي، موضوع الريجكشن، ويصير فينا توليرانس، يعني انه ما يحاجمه جهاز المناعي. فهذا هو المايكرو كايميرزم، يكون في عنا بريسنس، تواجد خلايا صغيره في الدونر انا، ومن ناحيه جينيتيكلي تختلف عن ايش الموجوده في اللي هو الهوست انديفيدجوال. Removal of T cells from marrow graft. هلا انا حابة اتبرع ببون مارو لشخص، وحابة انه ما يكون في عندنا ريجكشن، فكيف انا اقلل من موضوع الريجكشن؟ في طرق مختلفة. الطريقة الاولى اني اعالج البون مارو، اعالجه مشان اقلل دبل T cells. كيف بعالجه؟ بعطي مثلا على سبيل المثال antibodies تكون تشتغل ضد المولكيولز موجودة على تي سيلز، ممكن ضد السي دي 3، ممكن ضد اللي هي الكوستيمولاتوري ريسبتورز اللي اخذناها من قبل، اللي هي عندك السي دي 7 الى اخره. او ممكن استخدم انا اوتولوجاس بون مارو. كيف يعني اوتولوجاس بون مارو؟ يكون في عنا صدف انه انا اتبرع ببون مارو لشخص من ناحية جينيتيك لا اوتولوجاس بون مارو معناه انه صدف اني انا بدي اتبرع، اني انا بدي على سبيل المثال في عندي بون مارو حاب انا احصل عليه في منطقة الهاند، وكانت عندي اخذنا بون مارو من منطقة الليج، كان فيها كميات كافية بصير. لكن هو بشكل عام ما باخده من الليج، هو باخده بشكل عام من اللي هم الفلات بونز، باخده اكثر شيء من الفلات بونز اللي مثل عظم الريبس الى اخره. باخذه يعني من، بس اهم شيء نركز انه هو احنا اخذنا بون مارو من نفس الشخص ومن one part لاخر. هاي كلمة autologous. النقطة الثالثة use umbilical cord blood. في عنا هاي طبعا لسه زي ما يحكوا under ما طبقوها 100% تمام تحت الاختبار لسه. الطريقة هاي انه صاروا يستخدموا الحبل السور لما ولد الطفل، صاروا يخبوا يحتفظوا فيه مشان اذا الشخص احتاج، هي نفس طبعا الستيم سيلز، هي نفس الخلايا الجذعية، وصارت بعدها تتمايز ممكن تعطيني أي نوع من الخلايا، بس لساتها تحت الدراسة. وإذا نجحت بتكون كتير طريقة فعالة، في إنه إحنا ممكن نأمن للشخص إذا احتاج بون مارو، ممكن حتى خلايا الدماغ، ممكن الكدني، الهارت إلى آخره. الموضوع الأخير why is fetus not rejected. طب إحنا بنعتبر الفيتس كأنه جسم غريب على جسم الأم، كيف ليش ما بصير فينا موضوع rejection؟ في عنا أكثر من نظرية، كل نظرية يعني تثبت وجهتها بطريقة معينة، رح نقرأهم كلهم. الطريقة الأولى بيحكي لك إنه البلاسينتا act as a barrier or filter. It filters anti-MHC antibodies. بمعنى آخر كأنها يعني البلاسينتا نفسها بتشتغل كحاجز بتمنع عملية وصول الانتيبوديز من الأم إلى الطفل. النظرية الثانية trophoblast after most layer of fetal tissue is in direct contact with maternal blood. Trophoblast express weak or no MHC. هلا طبقة اللي هي الفيتال تيشو نفسها بتحط في مجموعة من الطبقات، الطبقة الافتر موست، الطبقة الأخيرة اسمها تروفوبلاست. تروفوبلاست هي بتتواصل بشكل مباشر مع البلود تاع الأم. أثبتوا نظريا إنه هاي الطبقة تكاد تكون يعني إنه تخلو من اللي هي الـ MHC molecules، أو ممكن يكون في عنا weak expression، أو ممكن خلال مرحلة الحمل خلاص إنه يصير في عنا عملية inhibition لـ expression لإلها. فهذا الموضوع إذا ما كان في الـ MHC بالتالي ما في عنا antibodies إنها تكون specific لإلها. النظرية الثالثة اللي هو البروجستيرون هرمون immunosuppressive، خلال مرحلة الحمل يتم إفراز هرمون البروجستيرون. هذا البروجستيرون في نظرية بتحكي انه بيعمل عملية تثبيط للي هو جهاز المناعة لدى الام، فاذا في عندنا تثبيط جهاز المناعة اذا ما في عندنا انتي بوديز بكميات كبيرة راح تنفرز. النظرية الرابعة بتحكي انه يوتيرن ابيثيليوم اند تروفوبلاست they secrete cytokines that suppress T helper 1، انه بيفرزوا cytokines، هذول الطبقتين بتكون يعني specific بتمنع عملية الاكتيفيشن لT helper 1 تحت الام. بس spontaneous abortions are sometimes triggered by maternal immune response against fetus. في بعض الحالات كتير بنسمع انه اطفال ولدوا مثلا they are death، but يعني
without any reason، بدون سبب. طبعا السبب الأساسية للأبورشن طبعا بتضلها غير معروفة، بس بيعتقد العلماء أنها ممكن تكون لأنه على سبيل المثال أنه الأنتيبوديز تمكنت بأي طريقة كانت من الوصول للطفل، وكانت كميات كتير كبيرة. لهون بنكون احنا خلصنا عرضنا، ان شاء الله يكون نال اعجابكم، وان شاء الله يعني تكون المعلومة وصلت، واي خطأ يعني بلغوني فيه، واتقبل نقدكم بصدر رحب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.